بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله تعالى الموقوع المرفوع والموقوف والمقطوع إلى آخره، قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ما هو المسند؟ عرفه المؤلف رحمه الله، قال لك: المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وقوله ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع كالمرسل والمعلق، ويدخل في ذلك ما إذا كان الانقطاع غير ظاهر، إذا كان انقطاعه غير ظاهر كالتدليس والمرسل خفي. يعني هذا تعريف المسند، يعني تعريف المسند على ما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الرأي الثاني، رأي ابن عبد البر، أن المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا. المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو كان منقطعا، فيدخل في ذلك المرسل والمنقطع والمعضل إلى آخره. الرأي الثالث، رأي الخطيب البغدادي، أن المسند هو ما اتصل سنده، نعم ما اتصل سنده، المسند هو الذي اتصل سنده، فيدخل في ذلك الموقوف. المسند هو الذي اتصل سنده فيدخل في ذلك الموقوف. فتلخص لنا في تعريف المسند ثلاثة آراء. قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. يعني كلما قل عدد رجال الإسناد فإنه يكون أقرب إلى الصحة، نعم أقرب إلى الصحة، ولهذا حرص عليه أهل العلم في الزمن السابق. قال لك: فالأول العلو المطلق. العلو المطلق هو الذي قل عدد رجاله، نعم قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سند آخر. العلو المطلق هو الذي قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث، نعم يرد به ذلك الحديث. ومن ذلك ثلاثيات البخاري، نعم من ذلك ثلاثيات البخاري، فيكون في سند بينه وبين البخاري ثلاثة أو أربعة إلى آخره، نعم. ولهذا كان الرجل يرحل لطلب علو الإسناد لكي يسقط الواسطة، نعم هو يرويه عن شيخ وشيخ شيخه موجود، فلكي يسقط الواسطة بينه وبين شيخ شيخه يرحل لكي يأخذ عن شيخ شيخه، وهذا كله طلبا لأي شيء؟ لعلو الإسناد، نعم طلب لعلو الإسناد.
وكما سيذكر المؤلف رحمه الله. والحقيقة أن الأولى هو الاهتمام بالتضعيف والتصحيح، وأما مثل هذه الأشياء نعم ففيها نعم وإن كان فيها شيء من الفائدة، إلا أن الأفيد هو العناية بالتصحيح والتضعيف، لأن الإسناد قد يكون نازلا نعم، قد يكون الإسناد عاليا رجاله يقلون لكنهم ليسوا في الضبط والثقة بمنزلة هذا الإسناد النازل. نعم إلى آخره. قال والثاني النسبي، يعني العلو النسبي. والعلو النسبي قال لك المؤلف رحمه الله: أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. نعم هذا العلو النسبي، يعني القرب من إمام من أئمة أهل الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرب من إمام من أئمة من أئمة أهل الحديث، وإن كثر العدد يعني بعد هذا الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القرب من شعبة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أو الأعمش أو بن جريج أو مالك أو غيرهم. نعم قال لك والثاني النسبي، وفيه الموافقة، يعني من أنواع العلو النسبي. قال لك المؤلف رحمه الله: فيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. نعم الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، المصنفين مثل البخاري، مسلم، النسائي، أبي داود، الترمذي، بن ماجه إلى آخره، فيصل إلى شيخ البخاري. نعم يصل إلى شيخ من غير طريق. نعم من غير طريق البخاري. مثال ذلك نعم ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله: البخاري روى عن قتيبة عن مالك حديثا، البخاري روى عن قتيبة عن مالك حديثا، يقول ابن حجر رحمه الله: فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق من؟ البخاري. يقول لو رويناه من طريقه يعني من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، لأن قتيبة هو شيخ البخاري. يقول لو رويناه من طريقه، أي من طريق البخاري، كان بين وبين قتيبة ثمانية. ولو روينا الحديث نفسه من طريق أبي العباس السراج، كان بين وبين قتيبة سبعة. فحصلت الموافقة للبخاري في شيخه من غير طريقه. شيخه من هو؟ قتيبة. نعم شيخه قتيبة. يقول لو روينا البخاري روى الحديث عن قتيبة عن مالك، يقول روينا لو روينا عن هذا الحديث من طريق البخاري، يكون بينه وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لكن لو رويناه من غير طريق البخاري كابن عباس السراج، يكون بيننا وبين قتيبة نعم سبعة. نعم فقد حصلت الموافقة مع البخاري في شيخه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، فيقولون وافقنا البخاري بعلو. نعم وافقنا البخاري بعلو، هذه يسمى الموافقة. أيضا من ذلك قال: وفيه البدل، وهي الوصول إلى شيخه كذلك. ها في الصورة السابقة الوصول إلى من؟ إلى شيخ البخاري، هنا إلى شيخ البخاري، يعني أو نقول شيخ المصنف من غير طريقه، هاي يسمونها ماذا؟ نعم يسمونها البدل. قال ابن حجر: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي. القعنبي هذا شيخ البخاري. نعم إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا
عن قتيبة. يعني البدل هو الوصول إلى شيخ المصنف، فالمصنف هو البخاري، وشيخ شيخه هو القعنبي، فيصل إلى القعنبي عن غير طريق البخاري. نعم. وقال: وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. نعم، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال ابن حجر: كأن يروي النسائي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. نعم، المساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى النسائي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. نعم، يقول لك: فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر غير إسناد النسائي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. نعم، فهو الأقران. الأقران هو أن يروي رجل عن شيخه ويكون مولده قريبا من مولد شيخه، ويشارك شيخه في الرواية عن شيخ شيخه. نعم، يشارك في الرواية عن شيخ شيخه، فهو الآن روى عن شيخه وروى أيضا عن شيخ شيخه. نعم، قال: فتشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. كما ذكرنا أن يروي رجل عن شيخه ويكون مولده قريبا من مولد شيخه، فيشترك مع شيخه في الرواية عن شيخ شيخه. نعم، فهذا هو الأقران، يعني هو الآن روى عن شيخه وأيضا تقارن في الرواية عن شيخ الشيخ، هما تقارن في الرواية عن شيخ الشيخ، هما قرينان بالنسبة لكونهما روي عن شيخ الشيخ، وهذا القرين روى عن قرينه لكن الآخر لم يروي عنه. نعم، ومثل ذلك برواية سليمان التيمي عن مسعر. نعم، سليمان التيمي روى عن مسعر لكن مسعر لم يروى عن سليمان التيمي. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. إذا روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج، يعني هذان القرينان روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج. ومن ذلك ومأخوذ من التدبيج والتزيين، ومن ذلك رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وكذلك أيضا رواية التابعين بعضهم عن بعض. والله أعلم.